السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح بالزوم والتليجرام؟ في الزوم نعم. طيب. هذا اللقاء رقم 17. السادس عشر. طيب هذا 16. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، وانشر علينا من الستر الجميل ردا، وافتح لنا منك فتحا غير منقطع، واجعل لنا سندا واجعل لنا مددا، وهيئ الصعب من خير الأمور، وكن لنا معينا على الطاعات مستندا. الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرامى وصحبه الزهداء. يا رب وفقنا وكل خير هبنا، وعنا نحي كل ضير، وامنن علينا بقضاء الحوج وكل شدة وكرب فرجي. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في اللقاء 16 من لقاءات نزهة المشتاقين إلى رياض الصالحين. وقد انتهينا من الحديث رقم 127 من باب في بيان كثرة طرق الخير، ونشرع اليوم مستعينين بالله سبحانه وتعالى من الحديث 128 من باب في بيان كثرة طرق الخير. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب والرياء والسمعة لما نحسن، اللهم بك نستعين. يقول في الحديث رقم 128 الثاني عشر عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. الجمعة من حيث اللغة يصح أن نقول الجمعة، ويصح أن نقول الجمعة بسكون الميم، ويصح أن نقول الجمعة بفتح الميم أيضا. كل هذه لغات جائزة، لكن الواردة في القرآن هي بضم الجيم وضم الميم، الجمعة. الصوت موجود في الزوم؟ بعضهم يقول ما في صوت. طيب، قال: فاستمع وأنصت. فاستمع وأنصت بمعنى أنه أقبل متقصدا السماع والإنصات والاستماع لما يقوله الخطيب. غفر له ما بين الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، أي 10 أيام، أسبوع 7 أيام وزيادة 3 أيام. قال: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. وجاء عند أبي داود: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. بمعنى أن من لغى في الجمعة أو تخطى رقاب الناس، وهذا التخطي بمعنى أثناء خطبة الإمام ونحو ذلك، فإنها تكون له أجر ظهر لا أجر جمعة، لأنه خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: من مس الحصى فقد لغى. وكانت المساجد مفروشة بالحصباء، الحصباء الحجارة الصغيرة التي في حدود الحمص أو نحو ذلك، فبعض الناس ربما في أثناء الخطبة يسرح ويلعب بها ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى. وإذا فعل ذلك بغير حاجة وغير داع، فإنه لا يأخذ أجر جمعة، بل يأخذ أجر صلاة الظهر العادية. وأيضا من صور اللغو الموجودة اليوم في زماننا التصوير بالجوال. كثيرا بعض الناس إذا كان الخطيب يخطب فإنه يوثق ذلك بجواله أو في إسنابه أو كذا أو كذا، وهذا مما لا تدعو الحاجة إليه، وليس ثمة حاجة إلى هذا الأمر، فلا يضيع الإنسان أجر الجمعة لأجل هذه الأمور. قال: ومن مس الحصى فقد لغى. ففي هذا الحديث بيان فضل الله سبحانه وتعالى على من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة، وأنه استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة 3 أيام. ثم بعد ذلك الحديث رقم 129 قال:
الحديث الثالث عشر عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، نظر إليها بعينه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: مع الماء أو مع آخر قطر الماء، مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، أو هذه للشك من أحد الرواة، أو مع آخر قطر الماء، يعني أنه يخرج مع النقطة الأخيرة التي تتساقط من غسل وجهه، يسقط ما نظر إليه بعينه. قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه، أي لمستها يداه كلمس امرأة أجنبية أو نحو ذلك. قال: كان بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء. قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء. وفي هذا الحديث أيضا رد على الرافضة للقائلين، الرافضة يقولون: ليس في الوضوء غسل للقدمين وإنما هو مسح، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فإذا غسل رجليه، فهذا فيه رد على الرافضة الذين يمنعون غسل الرجلين في الوضوء وإنما يكتفون بالمسح. قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو قال مع آخر القطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا محمول طبعا على الصغائر، لأن الكبائر لا بد فيها من التوبة. وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو مجتنبت الكبائر. فإذا جمع بين هذه الأحاديث دل على أن تكفير الذنوب بالوضوء إنما هو للصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة. ثم قال بعد ذلك الرابع عشر عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، يعني الصلوات الخمس فيما بينها، يعني إذا صليت الظهر ثم صليت العصر فما أتيت به من الذنوب الصغائر بين هاتين الصلاتين تكفره الصلاة، هذا معنى الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة يعني من صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة، هذا أسبوع سبعة أيام، ما يحدث فيها من خلل من الذنوب الصغائر في هذه الأيام فإنه مكفر، لأنك صليت الجمعة وصليت الجمعة اللاحقة. قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، قال: ورمضان إلى رمضان، فهذا كله تنويع للخير، كثرة طرق الخير. الله سبحانه وتعالى شرع ووسع طرق الخير ليلج كل إنسان على هذه الطرق وبأيسر طريق. قال: ورمضان إلى رمضان مكفرات، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن، أي هذه الصلاة والصوم وصلاة الجمعة يمحو الله بها الذنوب. قال: إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، وهذا هذه اللفظة الأخيرة يعني مما اختلف فيها الشراح، هل تكفير الذنوب مرتبط باجتناب الكبائر فتكون كلمة إذا اجتنبت الكبائر كالقيد لما مضى، يعني أن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن بشرط اجتناب الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن بشرط اجتناب الكبائر وهكذا، هل هذا مشترط؟ أو رأي ثاني قالوا مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بمعنى أنه فقط تكفر الذنوب وأما تكفر الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة، هذا القول الثاني للشراح، وإليه مال بعض العلماء كابن عثيمين وشيخنا محمد علي آدم الإثيوبي وغيره، مالوا إلى الرأي الثاني أنه هذه الصغائر تكفر وأما الكبائر فإنها بحاجة إلى توبة مستقلة. ثم قال بعد ذلك الخامس عشر عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، يمحو ويزيل بها الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتمام الوضوء واستيعاب المحل على المكاره، ربما يكون الجو باردا برودة قارسة ومع ذلك الإنسان يسبغ الوضوء، أو يكون مثلا المال الذي يشترى به ماء الوضوء يكون غاليا في سفر أو كذا، فإن الإنسان إذا كان عنده وسع فإنه يتعنى ويبذل الغالي والنفيس لكي يحصل هذا الأمر. ف
قال إسباغ الوضوء على المكاره، قال وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، الخطوة والخطوة ما بين مسافة القدمين، قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كلها كالجهاد في سبيل الله، قال فذلكم الرباط، يعني كالرباط الذي يكون في الجهاد في سبيل الله تعالى. والرباط في الأصل هو ملازمة الثغر لحفظ عورات المسلمين والدفاع عن الأوطان وغير ذلك. فهذا فيه تنويع لكثرة طرق الخير بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فإن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه وتدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذه من أيسر الأعمال التي يفعلها الإنسان بلا مشقة ولا جهد ولا تعب. وللمرأة أيضا كذلك، ربما لو صلت المغرب تجلس في على سجادتها تستغفر الله وتذكره حتى يؤذن للعشاء، فهذا أيضا من باب انتظار الصلاة إلى الصلاة. ثم قال السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. قال النووي متفق عليه، البردان الصبح والعصر. وإنما سميت صلاة الصبح وصلاة العصر بصلاة بالبردين لأن صلاة الفجر تكون أبرد ما يكون الليل، الليل يكون قد قطع شوطا، فهو أبرد الليل هو الفجر، وكذلك أبرد أوقات النهار وأخفه حرارة هو وقت العصر، واضح؟ لذلك سميت بالبردين لأن صلاة العصر تكون أبرد ما يكون النهار، تكون وهج الشمس قد ذهب صلاة العصر. وكذلك صلاة الفجر فإنها تصلى في وقت يكون الليل أبرد ما يكون، فلذلك سميت هاتان الصلاتان بالبردين. قال من صلى البردين دخل الجنة و صلاهما على الوجه المأمور بهما شرعا، وهذا يدل على أهمية هاتين الصلاتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. لكم أن تتخيلوا شخصا يعود من العمل فيتفاجأ بأنه فقد كل ما يملك من المال وفقد كل أولاده وبنيه وزوجاته وكذا، لا شك أن هذه مصيبة كبرى. فأيضا ذلك من فاتته صلاة العصر بلا عذر فكأنما وتر أهله وماله. فهاتان الصلاتان لهما أهمية كبيرة، والله سبحانه وتعالى حتى في غضون آيات الطلاق والمشاكل قال حافظوا على الصلوات قبلها وإذا طلقتم وإن طلقتمهن، ثم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثم أيضا بعد ذلك تتابعت الآيات في شؤون الطلاق. وهاتان الصلاتان يحصل فيهما تفريط كثير، الأولى بسبب النوم صلاة الفجر وأنها أثقل الصلاة على المنافقين لا يرون في شدة الظلمة، وأما صلاة العصر فإن الناس غالبا يؤوبون من الأعمال والوظائف والمدارس والأشغال فينامون ويفوتون صلاة العصر، فذلك شدد في شأنها. وقال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم قال بعد ذلك السابع عشر عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن الإنسان إذا كان يداوم على عمل وهو مسترسل فيه ثم طرأ له ظرف، هنا المرض والسفر يعني علتان تمثيلية، فكل عائق يعوق الإنسان ويمنعه عن مواصلة العمل الذي اعتاده وارتاضه واسترسل فيه فإن الله يكتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. على سبيل المثال، من اعتاد العمرة في كل رمضان، فالسنتان الأخيرتان حصلت فيهما ظروف كورونا وكذا وكذا، فإن لم تيسر له العمرة فإنه يأخذ أجر عمرة كاملة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عبادي. وكذلك من اعتاد الحج كل سنة فهذه السنة حصلت ظروف وأمور كثيرة موانع، فإنه إذا لم يحج فإن الله يكتب له أجر حجه. كذلك من اعتاد أن يصلي سنن الرواتب ثم سافر، لأن السنة في السفر ألا تصلى سنن الرواتب كما هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأخذ أجر هذه السنن الرواتب. من اعتاد صيام الاثنين والخميس فجأة أداهمه مرض أو كان عنده عملية يوم الاثنين أو كذا، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر هذا الأمر. وهذا الحديث من الحديث التي تسلي المؤمن و
تهدئ من روعه في كثير من الأعمال الصالحة التي يفتقدها بعد أن كان اعتادها وارتاضها بسبب تغير صحة أو تغير ظرف أو نحو ذلك. فقال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فهذا فيه أن الإنسان يحرص على الدوام على فعل الخير حتى إذا طرأ له ظرف فإنه ينال أجره كاملا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. وهذا الحديث جزء من حديث طويل وقد تقدم في اللقاء الماضي. ثم قال التاسع عشر رضي عنه أي عن أبي هريرة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة إلا كان ما أكل منه له صدقة. إذا غرس الإنسان غرسا كل ما يؤكل من هذا الغرس ينال به أجر صدقة. قال وما سرق منه له صدقة. حتى الذي سرق منه وأخذ بغير رضاه فإن له أجر صدقة من الله سبحانه وتعالى. قال ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. أي ولا يصيب أحد هذا الزرع وينقص منه بمعنى يأخذ منه إلا كان له صدقة. إلا كان له صدقة. فهذا أيضا من فيه حث على الغرس والزرع لما فيه المصلحة الشخصية والمصلحة المجتمعية وما فيه من خير الدين والدنيا. وهذا أيضا من كثرة طرق الخير وتوسيع الله على عباده سبحانه وتعالى. بل جعل الذي يسرق من الإنسان ويؤخذ بغير رضاه أيضا ينال به أجر الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال العشرون عنه أي عن جابر رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أراد بنو سلمة بكسر اللام أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد أي يعني أن ينتقلوا إلى ديار قريبة من المسجد ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. انظروا إلى إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر بالحكم على فعلهم وإنما سألهم قال إنه بلغني. هذا فيه غاية التثبت وهذا منهج ينبغي أن يكون في حياة المسلم قبل أن يهاجم الناس بالأحكام أو كذا. فينبغي له أن يسألهم عن دوافع أفعالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول ما حملك على كذا ما حملك على كذا. قال إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. بمعنى هذا منصوب على الإغراء أي إلزموا دياركم أثبتوا في دياركم لا تنتقلوا عن دياركم تكتب آثاركم. قال رواه مسلم وفي رواية أن كل خطوة درجة فإنكم ستنالون ببعدكم عن المسجد والإتيان إليه والتعني في المجيء إليه فإنكم تنالون خيرا عظيما من الله سبحانه وتعالى بقدومكم إلى المسجد. فكل خطوة تنالون بها حسنة ويكفر بها عنكم بها خطيئة ويرفع لكم بها درجة. فهذه فضيلة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وفي رواية البخاري رحمه الله تعالى من توضأ وأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا كله وهذه الرواية التتمة ورفع له بها درجة. فالإنسان بالخطوة الواحدة انظروا إلى فضل الصلاة وكثرة طرق الخير وتوسيع الله على عباده بالخطوة الواحدة ينال الإنسان ثلاثة أمور. الأمر الأول يكتب له بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة هذا الثاني. والثالث يرفع له بها درجة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم. قال وآثارهم أي خطاهم أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم أي تكتب لكم خطواتهم إلى المسجد. ثم قال بعد ذلك الحادي والعشرون عن أبي المنذر أبي بن كعب
عن أبي المنذر أبي بن كعب، وأنه يحرص على ذكر هذه الكنى لأنها غالبا من الكنى الغائبة، يعني أبي بن كعب أكثر الناس لا يعرفون كنيته، فلذلك نص عليه. وكما قلنا النووي له كتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات، اهتم بهذه الأمور، ذكر الكنى وذكر الأسماء والأنساب والألقاب. قال عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، كان بعيد الدار عن المسجد، وكان لا تخطئه صلاة، أي معنى ما كان يغيب عن أي صلاة من الصلوات. فقيل له أو للشك، فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء وقت الظلام، وفي الرمضاء، الرمضاء هو وقت شدة الحر في الظهيرة، يعني هذا الحمار يقيك هذه الحرارة، والمدينة تقع بين حرتين فأرضها شديدة الحرارة. قال: وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي. شوفوا كلمة ورجوعي، من عنده نسخة ورقية فليضع خطا تحتها، هذا مما نغفل عليه أكثرنا وسيأتينا فضيلة هذا. كلمة ورجوعي ضع دائرة عليها. قال: إني أريد أن تكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ذلك كله، حتى أجر الرجوع، خطوات الرجوع لك الأجر ما دام نويتها. وفي رواية: إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. فهذا فيه فضيلة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان بذهابه إلى المسجد ينال، قلنا، الأجر الذي نص عليه في الحديث الماضي. وفي هذا الحديث إضافة، وهو أن الإنسان، وهي أن الإنسان إذا نوى أجر الرجوع، أجر خطوات الرجوع، فإن الله يأجره عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جمع الله، قد للتحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قال: قد جمع الله لك ذلك كله. ورواه مسلم، وفي رواية: إن لك ما احتسبت. فهذه من السنن المهجورة التي ينبغي لنا أن نتذكرها وتكون في بالنا دائما، أن الإنسان إذا نوى أجر خطوات الذهاب والإياب فإن الله يجمع له ذلك كله. ثم قال الثاني والعشرون عن أبي قال النووي: الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. قال الثاني والعشرون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص من حيث اللغة يصح أن نقول عبد الله بن عمرو بن العاص، ويصح أن نقول ابن العاصي، كل ذلك يصح، رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في باب بيان كثرة طرق الخير، حديث 138، حديث 138. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكركم يا إخواني يا أخواتي، كلما مررنا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلوا عليه، فإن الإنسان يخرج من هذا الدرس بحسنات كثيرة، صلاة واحدة من الله سبحانه وتعالى تكفيك خيرا وبرا ورحمة وهداية، فكيف بعشر صلوات في كل صلوات؟ فلا تنسوا هذا ولا تغفلوا عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. هذا الحديث معناه يعني توجد من الأعمال 40 عملا هي يسيرة جدا، توجد من الأعمال 40 عملا هي يسيرة جدا لا تكلفك شيئا. قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، منيحة العنز يعني أنثى المعز. قال: منيحة العنز، ما معنى منيحة العنز؟ الناس في القديم في بيوتهم ما من أحد إلا وله دابة يشرب لبنها، فمن الجيران من يكون فقيرا، ما عنده غنم، ما عنده شاة، ما عنده شيء، فأنت يا من عندك أعطي غنما من الغنم اللي عندك، خلي يشرب من لبنها يوم، يومين، أسبوع، شهر، شهرين، هل هذا يكلفك شيئا؟ السؤال: هل هذا يكلف الإنسان شيئا؟ الجواب: لا يكلفه هذا الأمر شيئا، هذا أمر يسير جدا. قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، أن تمنح عنزتك لجارك،
لفقير لابن عمك لابن خالك يشرب من لبنها ويستفيد منها. قال ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها، يرجو ثوابها عند الله وتصديق موعودها، يصدق بما وعد الله به سبحانه وتعالى، إلا أدخله الله بها الجنة، إلا أدخله الله بها الجنة. فهذا من توسيع سبل الخير من الله سبحانه وتعالى، وبما ذكر العلماء من هذه الأربعين خصلة: الكلمة الطيبة، كل معروف صدقة، تعدل بين اثنين، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه الأشياء منها أشياء كثيرة لا تكلف الإنسان شيئا ولا تتعبه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. لحظة واحدة فقط. السلام عليكم. قال: إلا أدخله الله بها الجنة، أي بسبب هذه الخصلة، إذا عملها رجاء ثوابها وتصديق موعودها. ثم قال بعد ذلك 23: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية ولو أن تجعلها شق تمرة، نصف تمرة، اجعلها والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تصدق بها يقيك الله من النار. ثم وفي رواية لهما عنه، أي عن عدي بن حاتم نفسه، عنه الضمير يعود إلى الصحابي الماضي، قال: وفي رواية لهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان وترجمان هو المترجم الذي يترجم من لغة إلى لغة. ثم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا الموقف ينبغي أن يتذكره الإنسان دائما، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لكن المؤمن دائما يتأسى ويأنس بمثل هذه الأمور، لأنه سيلقى ربا كريما فيقبل على العمل الصالح الرشيد حتى ينال هذه الفضيلة من الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت مسموع مفهوم، لا كما ينكره بعض المبتدعة ينكرون كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. ينظر إلى جهة اليمين، هذا الإنسان إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني يكلمه، يرى، ينظر إلى يمينه فلا يرى إلا ما قدم. قال: وينظر أشأم منه، أي ينظر جهة الشمال. قال: ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، وينظر بين يديه أي أمامه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، الصدقة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة، وكما يطفئ الماء النار، والصدقة أيضا تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. قال: فمن لم يجد بكلمة طيبة. وهذا من توسيع الله على عباده في كثرة طرق الخير، لأن ليس كل الناس يستطيعون الصدقة. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وجاء في حديث آخر: والكلمة الطيبة صدقة. فبكلمة طيبة، وأطيب الكلام هو قراءة القرآن، ويدخل في الكلام الطيب الذكر والتعليم والدعوة، ومخاطبة الناس بالكلام الطيب اللين الذي يدخل الأنس والسرور على قلوبهم.
وقال وفيه أيضا عدم احتقار القليل من الصدقة. بعض الناس إذا كان جاء يتصدق بريال أو كذا يقول هذا قليل، لا، القليل هو الحرمان، أن تحرم نفسك ولو من الشيء اليسير. ثم قال 24 عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، وهنا الأكلة ليس المقصود اللقمة وإنما المقصود الوجبة الكاملة، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا فيه أن رضا الله سبحانه وتعالى قد ينال بأدنى الأسباب. تخيل أن ينال الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى بكلمة الحمد لله، لأنه اعترف لله سبحانه وتعالى بجميل فضله عليه، حيث يسر الماء والمطر، حيث نزل على الزرع، ثم يسر أن يخرج هذا الزرع من الأرض، ثم يسر أن يقدم لك بين يديك لتأكل هذا الطعام. قال أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وينبغي للإنسان أن يقدر النعمة، ومن تقدير النعمة أن يأكل بآداب الطعام، فيسمي الله ويأكل مما بيمينه ويأكل مما يليه، خصوصا قضية الأكل باليمين، وخصوصا عند فيما بين النساء، لأن من الموضة اليوم أن تشرب المرأة بيسارها، ويرون في ذلك تقليدا للغرب ونحو ذلك، فلا ينبغي للمسلم. والراجح في أقوال أهل العلم أن أن الأكل والشرب بالشمال لغير الحاجة أنه غير جائز، لغير حاجة وغير ضرورة لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل فكان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، فقال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، يعني إن شاء الله ما راح تقدر، فلم يرفع يمينه قط، خلاص يمينه صارت زي المشلولة. فهذا فيه وعيد شديد، لا ينبغي للإنسان بداعي الموضة أو هذه الأمور أن يترك آداب الطعام. وأيضا من الفضائل في هذا الباب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الفراغ بعد الطعام، أن الإنسان إذا أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه فضيلة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، يسر لك هذا الطعام وحرم منه الكثيرون، ويسر لك هضمه ومضغه وبلعه، وبعد ذلك يكافئك إذا قلت هذا الذكر أن يغفر لك ذنوبك ما تقدم من ذنبك. لا شك أن هذه فضيلة عظيمة. وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، لكن زيادة وما تأخر غير صحيحة، زيادة وما تأخر غير صحيحة. وفي أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الحديث الغير مشهورة في ما يقال بعد فراغ من الطعام، أن الإنسان إذا أكل طعاما يقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا كان لبنا اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأن الإنسان لأنه لا أطيب من الطعام من اللبن، لأن اللبن يقوم مقام الشراب ومقام الطعام. قال بعد ذلك قال والأكلة بفتح الهمزة وهي الغدوة أو العشوة، ما يأكل الإنسان غداء أو عشاء. ثم قال بعد ذلك 25 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة، ومثله المسلمة، لأن النساء شقائق الرجال، وهذه الخطاب غالبا يكون بلفظ المذكر ويشمل الإناث أيضا. قال على كل مسلم صدقة. قال أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع ويتصدق، ينفع نفسه وأهله وولده ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين بالقول والفعل أو الفعل بما يتيسر له. ذا الحاجة الملهوف، الملهوف هو المستغيث، هو المستغيث الذي وقع في حال وبؤس وضرورة ومظلمة ونحو ذلك، تعينه وتخرجه من هذه الضيقة والمشقة والحرج. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف، أو قال الخير للشك من الراوي. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، وجاء في رواية سلفت معنا فإنه صدقة منك على نفسك. هذه أقل الأحوال، أقل الأحوال التي إذا لم تستطع أن تضرب أي سهم في طرق الخير، لا أقل من أن تكفي الناس شرك فتكون لك صدقة منك على نفسك. وهذا الحديث فيه من الفوائد، فيه الشفقة على خلق الله سبحانه وتعالى، إما باللسان أو بالفعل،
أو بإغاثة أو إمساك عن الشر وترك الإضرار بهم، وفيه أيضا تسلية للعاجز الذي لا يستطيع الصدقة وبعض المندوبات، فإن الله سبحانه وتعالى وسق طرق الخير، وفيه أن مفهوم الصدقة أوسع من بذل المال، بل كل ما تفعله فعلا متعديا ينفع غيرك فإنه صدقة. وهذا هو ختام هذا الباب، وهذا الباب له خمسة ركائز رئيسة، له خمسة ركائز رئيسة. الركيزة الأولى التي اشتمل عليها هذا الباب التربية بالترغيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صدق، كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة وهكذا، وتعين ذا الحاجة الملهوف وكذا وكذا. هذا كله من باب الترغيب، لأن النفس تحب أن ترغب في الخير. وأيضا الركيزة الثانية غرس قيمة الشكر في النفوس، غرس قيمة الشكر في النفوس، وذلك كدعاء الفراغ من الطعام ونحو من أكل الطعام وغير ذلك. والركيزة الثالثة التربية بالتوجيه المباشر. أحيانا من الحكمة أن يكون توجيه مباشرا، وأحيانا يكون غير مباشر. فالتوجيه المباشر كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. وفيه أيضا التربية الاجتماعية، الركيزة الرابعة التربية الاجتماعية، والحث على ترابط المجتمع كما جاء في حديث منيحة العنز، وأيضا إهداء الجارة لجارتها، وإذا طبخت فلتكثر ماء مرقها ولتهدي لجارتها. فهذا فيه الحث على ترابط المجتمع. والركيزة الخامسة والأخيرة التربية على الرفق بالحيوان، التربية على الرفق بالحيوان، كما مر معنا في حديث ذلك الرجل الذي من بني إسرائيل الذي سقى كلبا، وتلك المرأة البغي التي أيضا سقت كلبا فأغفر الله لها، وتقدمت هذه الحديث في اللقاء الماضي. فهذا فيه ديننا سبق كل منظمات حقوق الحيوان وحقوق الإنسان، ولكن ينبغي لنا أن نتمعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف عظمة وقيمة ديننا ولا ننبهر بما عند غيرنا. ثم قال بعد ذلك: باب في الاقتصاد في الطاعة، باب في الاقتصاد في الطاعة. الاقتصاد هو التوسط بين الغلو والتفريط، الاقتصاد هو التوسط بين الغلو والتفريط. لا تبالغ ولا تتساهل جدا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فقال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه هذه من الحروف المقطعة التي الله أعلم بمرادها، والشائع عند كثير من الناس أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بصحيح. فطه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله عليك هذا القرآن ليكون سببا لشقائك بل سببا لسعادتك. قال وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية هي في ضمن آيات الصيام، فالله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام ليس ليتعبنا بالجوع ونحو ذلك، وإنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. وقال والأحاديث عن عائشة رضي الله عنها، وعن حديث 142، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ هذا فيه سؤال أهل البيت عمن عندهم، للرجل أن يسأل أهل بيته من عندهم، وليس هذا لا يعد تطفلا ولا تخوينا، لا يعد تطفلا ولا تخوينا، لأن البيت كل العائلة كلها. فربما كان هذا الذي أتى ممن يشوه سمعة أهل البيت عند دخوله، أو من يخبب ممن يخبب الزوجة على زوجها، أو يجعل شيئا من سلوكيات الأبناء غير مرضية. فهذا فيه أن الرجل مسؤول عن رعيته. قال: هذه فلانة تذكر من صلاتها، أي أن عائشة رضي الله عنها تتحدث تقول: هذه المرأة كثيرة الصلاة كثيرة العبادة. قال: مه عليكم بما تطيقون. مه هذه كلمة نهي وزجر، أي كفوا عن هذا، فوالله مه عليكم بما تطيقون، أي من الأعمال لا تبالغوا في العبادة حتى يسبب لكم الفتور والضجر وكره العبادة بعد ذلك. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، ما داوم صاحبه عليه. يعني أن أحب الدين وأحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ما داوم الإنسان عليه. فالإنسان إذا عبد الله بطريقة متوسطة فإنه يستمر ولا ينقطع،
بخلاف ما لو بالغ مبالغة شديدة فإنه يتعب ويضجر وتنفر نفسه عن هذه العبادة فيتوسط في هذا العمل. قال متفق عليه. قال ومه كلمة نهي وزجر. قال ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، يعني أن الله لا يقطع عنكم الجزاء والثواب والأجر حتى تنقطعوا عن العمل، هذا معنى. قال فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. ومما أيضا قيل في هذا أن حتى بمعنى الواو فوالله لا يمل الله حتى تملوا أي وتملوا، وفيها أقوال غير ذلك. قال وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الماضي فيه أن العمل اليسير المستمر خير من العمل الكثير المنقطع. قال عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط، جاء ثلاثة رهط أي ثلاثة رجال، وأصل الرهط هم الجماعة. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصهم ليقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عمله. وهذا فيه أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ما هو ظاهر يعرفه كل الصحابة، ومنه ما لا يعرفه إلا أزواجه. وفيه أيضا أن تعدد النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الفوائد أن أكثر نسائه نقلن من السنن الخاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تنقله امرأة أخرى، ما لم تنقله عنه امرأة أخرى. يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، يعني ليس من باب الاستخفاف واحتقار عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي العلة. وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني كأنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن يعبد الله قليلا لأنه ضمنت له الجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فإننا ملطخون بالذنوب والمعاصي ولم نضمن الجنة وكذا، فينبغي لنا أن نكثر. هذه يعني نظريتهم لهذا الأمر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني أصلي من بعد العشاء إلى الفجر، أقوم الليل كاملا. وقال الآخر وأنا أصوم الدهر، كل يوم أصوم لا أفطر أي يوم. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، لا أتزوج ولا أقرب النساء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. لا تظنوا أن هذا الأمر الذي يحملكم عليه هو كثرة الخشية لله سبحانه وتعالى، بل أنا أكثر منكم خشية وتقوى لله سبحانه وتعالى، عليه كوامل الصلوات تترى فلا ليلا تطيش ولا نهارا. قال لكني أصوم وأفطر، أصوم وأفطر لا أصوم الدهر كله، وهذا لأن النفس تتعب تكل وتمل وتتعب. إذا صام الإنسان 360 يوما كاملا و65 يوم ما يستطيع الإنسان، هذا أمر مجهد متعب لهم. قال لكني أصوم وأفطر. قال وأصلي وأرقد، أصلي بعض الليل وأرقد بعض الليل، لأن لنفسك عليك حقا ولا بد أن تعطي كل ذي حق حقا. وأتزوج النساء، لأن الإنسان بفطرته أنه يميل إلى الجنس الآخر ويحتاج إلى ما يغض به بصره ويحصن به نفسه، وخصوصا إذا كان في فترة الشباب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وهو أن ينقطع الإنسان عن الزواج بتاتا. ولذلك قال عثمان بن مضعون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل ولو أذن فيه لاختصينا، ولو أذن فيه لاختصينا. قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي، فمن رغب عن سنتي أي بمعنى من تركها وزهد فيها وأعرض عنها فليس مني، فليس من المسلمين الكمل، فليس على منهجي وليس على طريقتي. وهذا فيه أن الاقتصاد في العبادة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي للإنسان أن يلاحظها ويستمر عليها حتى لا يكون ممن يكثر العبادة فيحصل له الفتور والملل والتعب ثم يحترق من تلك العبادة ويخرج منها ولا يعود إليها. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون،
هلك أي تلفوا وخسروا المتنطعون قالها ثلاثا أي المتنطعون هم المتعمقون المتشددون في غير موضع التشدد قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فالتنطع والتشدد الزائد الذي لا محل له ولم تأمر به الشريعة والشريعة إنما جاءت بالسماحة فهذا هلاك للإنسان وأضرب لكم بعض الأمثلة في بعض التنطع وبعض التشديد الذي يقول بالهلاك والخسار على الإنسان الله سبحانه وتعالى لما حكى في كتابه العزيز قصة بني إسرائيل الذين أمرهم الله بذبح البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا أنت تلعب معنا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لو ذبحوا أي بقرة وضربوا بها القتيل لانتهى الأمر أليس كذلك؟ لو أخذوا أي بقرة اشتروا أي بقرة أو أخذوا أي بقرة من أبقارهم لانتهى الأمر فشددوا على أنفسهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ليست صغيرة ولا بكر ليست كبيرة ولا بكر وليست صغيرة عوان بين ذلك متوسطة فافعلوا ما تؤمرون لو فعلوا لانتهى الأمر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لو فعلوا لانتهى الأمر شددوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون حتى جاء في بعض الإسرائيليات أن هذه البقرة بهذه الأوصاف ما وجدوها إلا عند رجل واحد بعد بحث وتقصي شديد بل إن ذلك الرجل كما جاء في بعض الأخبار أنه طلب وزنها ذهبا قالوا جيبوا البقرة حطوها فوق الميزان تخيلوا بقرة توضع في الميزان كم يكون وزنها؟ كبير جدا فقال أريد وزنها ذهبا تخيل انظروا إلى هذا التشديد الذي ما أنزل الله به فشددوا فشدد عليه فأعطوا ذلك الرجل وزن تلك البقرة ذهبا ولو فعلوا من أول الأمر كما أمرهم الله سبحانه وتعالى لراحوا واستراحوا لكن هذا هو التشدد والتعمق الزائد الذي لا خير فيه وفيه أيضا من الأمثلة مثل المريض الذي يتعبه المرض تعبا شديدا فإنه يفطر والله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر بعض المرضى يشدد على نفسه ويجبر نفسه على الصوم حتى تنتج مضاعفات عن هذا الصوم وهذا شدد فشدد عليه وأيضا من التشدد بعض الأسئلة المتعمقة في صفات الرب إذا قيل لك الله سبحانه وتعالى يعني له أصابع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يقول كيف صفة هذه الأصابع كيف هل لها أنامل هذه أشياء ما أمرك الله بها سبحانه وتعالى خلاص جاءك الحديث من عند النبي صلى الله عليه وسلم اقبله واعمله وصدقه ولا تكلف نفسك ما وراء الكيفيات وكذلك أيضا التعمق والتدخل في الأمور الغيبيات هذه أمور ما كلفك الله بها كذلك من صور التعمق ما يتعب به أنفسهم من أصيبوا بمرض الوسواس عافانا الله وإياهم تجد المرأة تتوضأ 5 و6 و7 مرات كل مرة تقول لا النية ما حضرت فتحصل لها مضاعفات كثيرة بسبب هذا فينبغي للإنسان أن يرفق بنفسه وبأهل الموسوس أيضا أن يرفقوا به إذا توضأت مرة خلاص ما دمت مصابا بالوسواس امضي إلى صلاتك حتى لو جاءك الشيطان وقال لك ما أحضرت القلب ما أحضرت النية قل له إن ربي يرى ما في قلبي إذا صليت وكنت مصابا بالوسواس أو كنت مصابة بالوسواس امضي لصلاتك لو جاءك الشيطان بعد الصلاة وقال إنك لم تتوضئي أو أنك أحدثت داخل الصلاة ما دمت فرغت من الصلاة لا تلتفتي لوسواس الشيطان والشك بعد الفعل ليس معتبر ومن كثير الشك أيضا مغتفر كما قيل في هذا الباب قال المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير مواضع التشدد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر فديننا يسر إذا قارناه ببقية الأديان فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا الخمس صلوات بأجر 50 صلاة وأيضا الله سبحانه وتعالى قصر أعمارنا وضاعف أعمالنا وجعل توبتنا من الذنوب بسهلة أما بني إسرائيل ماذا قال الله فيهم فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم وكان الرجل من بني إسرائيل إذا وقعت النجاسة على
على بدنه فإنه يقص بالمقاريض أو يقص هذا ذاك المكان الذي وقعت فيه النجاسة، وأما نحن فنأتي بالماء وينتهي الإشكال. فالله سبحانه وتعالى جعل ديننا يسرا، ولا ينبغي هذه الكلمة من المغالطات التي تمارس فيها أن ترتكب الذنوب والمعاصي تحت غطاء الدين يسر. لا، هذا لا يدعمه الحديث ولا يساعده النص. إن الدين يسر، أي أن هذا الدين تيسير في تكاليفه وتيسير على أهله وكذا وكذا، لا أن يتخذ هذا الكلام جسرا إلى ارتكاب الذنوب والمعاصي. قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يبالغ أحد في ويشدد على نفسه إلا غلبه هذا الدين، إلا غلبه. قال: فسددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا لتعرفوا معناها لعبة السهام التي ترمى، يكون في الهدف، يرمى الهدف بالسهام في نقطة ضيقة في المنتصف، هذه تسمى إيش؟ هي السداد. إذا أصابها الإنسان يعني قد فاز في المسابقة وفي اللعبة، وإذا أصاب ما حولها هذا السداد، هذه المقاربة عفوا، السداد أن يصيب عين الهدف، السداد أن يصيب عين الهدف، المقاربة أن يقترب من الهدف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا. الواو هنا بمعنى أو، فسددوا أو قاربوا وأبشروا، أبشروا بالثواب والأجر والمعونة من الله سبحانه وتعالى. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، استعينوا بالعبادة، مرة عبادة الليل وعبادة النهار، الغدوة، الروحة، وشيء من الدلجة، شيء من الصلاة في الظلمة ونحو ذلك، استعينوا بهذه الأمور في عبادتكم وسيركم إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا تحت غطاء الدين يسر، ليس بمعنى الدين يسر أن يتساهل الإنسان في العبادة، يؤخر صلاة الظهر عن وقتها يقول الدين يسر، المرأة تذهب إلى الصلاة والمناسبات وتتساهل في لباسها وكذا وتقول الدين يسر، أو تؤخر صلاة الفجر عن وقتها حتى تعود إلى البيت وتخرج ملابس الزينة وقد خرجت الشمس وتقول الدين يسر. لا، الدين يسر لكن فيه تكاليف، فرقوا بين المقامين. الدين يسر في تكاليفه، لكن ينبغي أن تؤخذ تكاليفه كما جاءت عن الله وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاوز. وقد يقول الإنسان: طيب ما هو التوسط في العبادة، وما وكيف أعرف ضابط التوسط، سواء في العبادات، سواء في المنهج، سواء في المأمورات؟ التوسط بكل اختصار، اكتبوا هذا، التوسط هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. التوسط هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه أنه يمزح، كان من دأبه أنه يلاعب أهله، كان من دأبه أنه يمازح الصغير، كان من دأبه أنه لم يترك قيام الليل، كان من دأبه أنه يصوم تارة ويفطر تارة، من دأبه أنه ينام ويقوم. فالتوسط هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كان بعض الناس يظن التوسط أن تنظر بين القولين فتتخذ قولا وسطا، لو كان هذا المنطق صحيحا لكان أبو طالب هو المتوسط، لأن أبا طالب توسط بين منهج قريش وبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا هو الوسط الحقيقي. ليس الوسط بمعنى أن تنظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء فتكون بينهم، لا، التوسط أن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تعرف سيرته وتعرف حياته وأحاديثه فتمشي على وفقها، فهذا هو التوسط في المنهج. وقال وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا، التوسط التوسط تبلغوا، القصد القصد تبلغوا، هنا منصوب على الإغراء، أي إلزموا القصد، إلزموا التوسط حتى تبلغوا إلى النتيجة المطلوبة وتبلغوا إلى الجنة. فمن لزم التوسط فإنه داء يدوم على العمل ويستمر، ومن لزم المبالغة والتعمق والتشدد فإنه سينقطع لا محالة. قال: وقوله الدين هو مرفوع على ما يسمى لم يسمى فاعله، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال: مرفوع على ما لا يسمى فاعله، وروي منصوبا لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقول إلا غلبه أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. لن تستطيع أن تأتي على كل العبادات، لن تستطيع أن تأتي على كل النوافل كلها وتفعلها في وقت واحد، والإنسان يأخذ منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو عين التوسط. قال: والغدوة سير أول النهار، الغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار،
والدلجة آخر الليل، وهذا استعارة وتمثيل، استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات، المسافر يمشي في أول النهار قبل أن تطلع الشمس بحرارتها ووهجها، وقال ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. هذا معناه أن الإنسان يقبل على العبادة ونفسه تريدها، أما إن كانت النفس تنفر على ذلك وتنفر عن ذلك فلا ينبغي أن تكرهها، لا ينبغي أن تكرهها، لأنها ستنفر. وسيأتينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نعس في صلاته فليرقد. سيأتينا الحديث. قال بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب إذا فترت، أي إذا أصابها الفتور والضعف والكسل تعلقت به، يعني أنها تقوم وتتعلق، يعني تتعبت قدماها ومع ذلك تستعين بهذا الحبل على إتمام الصلاة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، أخرجوا هذا الحبل من بين الساريتين ليصلي أحدكم نشاطه، صلي مدة ما دمت نشيطا. قال: فإذا فتر فليرقد، إذا أصابك الفتور والتعب والكسل ارقد، لا تكره نفسك، لأنك إن أكرهتها ستكره العبادة بعد ذلك. فهذا فيه أن الإنسان ينبغي له، والناس مقامات، من الناس من لا يستطيع أن يصلي الوتر إلا 3 ركعات، ومن الناس من يستطيع أن يصلي 11 ركعة يطيل الصلاة، ما دامت نفسه نشيطة فليواصل. هذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان كسلا ولا يستطيع فليختصر على هذه 3. المهم أن لا تنقطع عن الخير، المهم أن لا تنقطع عن الخير، وليكن عملك على الخير ديمة. ومن الناس من فتح له في قراءة القرآن كثيرا لكنه في النوافل، في نوافل الصلوات يعتريه الكسل وكذا، فيدرب نفسه شيئا فشيئا بالشيء اليسير حتى تعتاد نفسه وترتاض. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، فليرقد ولا يكره نفسه على هذا الأمر. قال: حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر، يريد أن يقول: اللهم اغفر لي، فيسب نفسه، ربما يقول: اللهم لا تغفر لي. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم لعله يوافق ساعة إجابة. فهذا فيه الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم وتوسيع طرق الخير، وأن الإنسان ينبغي له أن يقتصد في الطاعة ما دام نشيطا فليبادر إلى العمل، فإذا داهمه النوم والكسل والنعاس الشديد فليرقد حتى يذهب عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي عبد الله جابر بن سمرة السوائي بضم السين رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في مناقبه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة، أكثر من 2000 صلاة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحكي حكاية من رجل يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني متوسطة، ليس بالتطويل الممل وليس بالتخفيف المخل، ليس بالتطويل الممل وليس بالتخفيف المخل، وإنما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متوسطة، وكان أيضا خطبته أيضا متوسطة، صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي، بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهم. المؤاخاة هي عقد الأخوة، وجاء في عند بعض أهل السير أن المؤاخاة كانت مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين بعضهم البعض قبل الهجرة في مكة، فآخى بينهم، وهذه عقد المؤاخاة هي عقد على المواساة والنصرة، عندك فلوس هو ما عنده فلوس أعطيه ليأكل منها، إذا وجدته مظلوما انصره، وهكذا، هذا عقد الأخوة. ثم لما قدموا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، عقد أخوة على المواساة والنصرة وعلى التوارث، وهذه الأخوة ما مر مثلها على وجه الأرض،
استقبل الأنصار المهاجرين بكل ترحيب، فأعطوهم من أعطوهم من أموالهم وقاسموهم بساتينهم وثمارهم. يأتي الرجل إلى المزرعة يقول للمهاجر: انظر مزرعتي هذه، خذ نصفها. ويقول له: انظر إلى أي زوجتي أعجب إليك، أطلقها وتعتد وتنكحها أنت. فهذه المؤاخاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لم يمر على البسيطة مثلها، وهذا فيه دليل على أن الناس لا يستطيعون البلوغ لمنزلة الصحابة، مهما فعلوا لا أحد يستطيع أن يبلغ الرتبة التي بلغها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. أبو الدرداء هو عمام بن قيس. قال: فزار سلمان أبا الدرداء. فزار، طبعا المؤاخاة هذه كانت على أمرين اثنين: المواساة والنصرة وعلى التوارث. ثم بعد ذلك نسخ التوارث، فكان الأنصاري يرث المهاجري والمهاجري يرث الأنصاري. ثم بعد غزوة بدر نسخ التوارث، فلا يرث الأنصاري المهاجري ولا المهاجري الأنصار، وإنما يرث الإنسان ذو قرابته. قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء عويمر بن قيس، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، أي أنها تلبس ملابس ليس فيها شيء من الزينة وليس فيها شيء ما يدل على أنها متزوجة. الأصل أن المتزوجة تتبعل وتتجمل لزوجها. قال: فرأى أم الدرداء متبذلة، وينتبه إلى أن هذا كان قبل فرض الحجاب، هذا كان قبل نزول الحجاب، حتى لا يتوهم أنه بعد الحجاب، لا، هذا في أوائل نزول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان قبل نزول الحجاب. قال: فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني لا يطمع في النظر إلى زوجته وإلى تجملها وإلى كذا وإلى ملابس زينتها، فلذلك لا تتعب نفسها في الزينة لأنه لا ينظر إلى هذه الأمور، ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، أي صنع لسلمان الفارسي، فقال له: كل فإني صائم. يعني أبو الدرداء قدم الطعام لسلمان فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. وجاء في بعض الروايات أنه أقسم عليه، قال: والله لن آكل حتى تأكل. فاستحى يعني أبو الدرداء من هذا الضيف الذي نزل عنده وهو أخ له بالمؤاخاة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. وهذا هو الصواب في فعل الأمر، أن تقول نم. وأيضا خاف الله للرجل أن تقول له خف، خف الله، والأمر من خاف خف العقاب، وخاف خف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب. قال: نم. قال: ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصل، قم الآن فصل يا جميعا. فقال له سلمان، سلمان ينصح أبا الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، حق العبادة وأن تفعل الطاعات في أوقاتها وما أمرك الله به وما تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، كل هذا من حقوق ربك عليك، وإن لنفسك عليك حقا بأن تنام بعض الوقت ولا تتعبها بكثرة الصيام دائما. قال: ولأهلك عليك حقا، الزوجة أيضا لها حق عليك، حسن المعاشرة والملاطفة والمحادثة وغير ذلك. ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وهذا فيه الموازنة بين الحقوق والواجبات، وله إن شاء الله مكان آخر نطيل الكلام فيه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، كأن أبا الدرداء يعني وجد مشقة من هذه الأمور التي لاقاها من سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان حين أمرك بهذه الأمور. فهذا هو التوسط والاقتصاد. ولقائل أن يقول: ما الفرق بين المجاهدة والإكراه على إكراه النفس على العبادة ونحو ذلك؟ المجاهدة بأن ترقي النفس شيئا فشيئا، أن ترقي النفس شيئا وشيئا. نفسك تكره، لا تستطيع أن تقوم الليل مثل قيام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بالبقرة وآل عمران والنساء، نفسك لا تطيق ذلك. كيف تجاهدها؟ تجاهدها بالتدريج. ابدأ صلي الليلة أسبوعا كاملا، وعلماء النفس يقولون إنما لازم شيئا
21 يوما كان له عادة، اعمل لنفسك برنامج ترقية كما يرقى الموظفون في وظائفهم، اعمل لنفسك برنامج ترقية، ابدأ قيام الليل بخمس صفحات، أربع صفحات، ثلاثة صفحات، ثم زد شيئا فشيئا حتى تبلغ إلى القدر الذي تريد. هذه هي المجاهدة. أما النفس لا تطيق أن تقوم الليل بالبقرة، تقول لها إجباري سأقوم الليل بالبقرة، ليس هذا يعني ليس هذا مقبولا، لأن هذا سيؤدي إلى الكره أو سيؤدي إلى تفويت صلاة الفجر بسبب التعب الذي يعتري الأقدام غير المعتادة والمرتاضة. فالإنسان الشاهد من هذا أنه يرقي النفس شيئا وشيئا حتى تعتاد وترتاضى. وهذا هو ختام القول إن شاء الله، ونكمل في الحديث 150. أخذنا 21 حديثا بفضل الله، وكانت أمنية النفس أن نأخذ 30 حديثا، لكن لا نريد أن نأخذ من وقتكم أكثر من ذلك. ما كان من صواب فمن الله وحده الرحمن، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والمتابعة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولكم الخطأ والزلل. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على منواله وعلى طريقته حتى نلقاك. ونسأل الله عظيم البنة ينصر الحق وأهل السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل إلهي كلما ذر شارق على خاتم الرسل الكرام الأطايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل الختام ننبه إلى أن التحضير ورابطه ينزلان في المجموعة، فينبغي لكل إنسان أن يدخل ويكتب اسمه ويحضر نفسه بنفسه حتى لا تتوالى علينا الأسئلة كيف وكيف. فالرابط سترونه إن شاء الله، وسيعاد إرساله بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.